السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو من الله أن يكون الجميع بخير، وشكرا للجميع، وشكرا للناس الصادقة اللي كتشوف الفيديو بصدق، وشكرا للناس كذلك اللي داخل عندي مؤخرا. مهم، أنا اليوم إن شاء الله غندير معكم واحد تريكو أو بلوفر هكذا، هانتوما هكذا كيكون. المهم كيكون فيه قطاعي ماشي سامبل، هانتوما هكذا لما كتلبسوه كيكون هكا لو كول، هكا مبني هكذا. نتمنى ان كيبان لكم هانتوما، وكيكون هكذا، كيكون عنده العقاد لا حتى حاجه، وهكذا. والخلف كيكون عرض من الامام، هاد جوج الربوعة ديال الامام. المهم هكا، وكاين هكذا هانتوما. السيده جابت لي هاد التريكو وقالت لي باش نخرج ليها تريكو اخر بحالو. اذا اول حاجه اش خصنا نديرو؟ كناخدو القطع اللي عندنا، ها نتوما لاحظوا قطعه ديال الامام، كتاخدو قطعه الامام هكذا، وكتديروا القياسات ديولها هكذا. كتشوفوها الامام راه عادي، ها نتوما امام عادي، شفتوا؟ كتاخدو الطول ديال الامام، هو هذا من هنا لهنا حتى الاسفل، وتاخدو الجانب ديال الامام هكذا حتى الابط، وتاخدو قياس ديال التركيز من هنا. وكذلك بالنسبه للخلف، الخلف غادي تنوع على اثنان، ها هو الخلف غديرو على اثنان هكذا، الخياطه على الخياطه هكذا، ها نتوما الخياطه على الخياطه، وديو ليه هكذا. ها هو وهذا الخلف، كتاخذوا هذا النصف ديال الخلف حتى الفوق هنا، كتاخذوا القياسات ديالو، وتاخذوا الجانب ديال الخلف من هنا، ها هو الجانب من الخلف من هنايا كيبان لكم، وتاخذوا هذه القطعه هكذا. المهم هذه القطعه راه شويه ما غاديش مستقيمه، وكذلك الاسفل ديال التريكو راه ماشي مستقيم حتى هو، غادي هكذا بحال دائري شويه. المهم كلشي كتشوفوا، كتاخذوا القياسات ديال هاد الجهه وهاد الجهه، وهاد الخلف راه على اثنان، لما تبغوا ديروا الثوب خصكم ديروا على اثنان هاد القياسات. وكذلك غتاخذوا سميتو هاد الكمام، هانتوما الكمام عندكم هكذا، دائما تحطوا التريكو اللي بغيتوا تفصلوا عليه مزيان هكذا، هانتوما. وكتاخذوا القياسات، تاخذوا ثاني من الابط حتى لهاد الخياطه اللي هنا، ها هي ها واحد الخياطه هنا، ها نتوما تاخذوا هنا هاد القياسات شحال، وتاخذوا هاد النصف ديال هذا هنا الخلف، وتاخذوا كذلك قياس ديال الكم مع الخلف، هو هذا هو هذا. وكتاخذوا في الاخير قياس الكم، الكم شحال فيه. المهم الكم هنا في الخلف راه مشروك مع الفوق ديال الخلف هنا، هانتوما هذا هو الخلف، هو هذا كما كيبان لكمش الخلف، هو هذا ديال التريكو، وهالكم فينا هو، اذا مشروك معاه هنايا. المهم انا غنفصل معكم وتشوفوا القياسات. الثوب اللي غنفصل بهذا الاسود، لما سميتو كنت كنفيريفي اي نشوف واش في شي ديفوات، ها نتوما هاد الديفو الاول، الديفو الاول شفتوه مقطع من هنا، الديفو الثاني. دائما لما تجيب لكم السيده شي ثوب دائما شوفوه قبل ما تفصلوا، ها نتوما كاين واحد الديفو اخر، اي الخيوطه ها هما، نتمنى انه يبان لكم الخيوطه، شفتوهم ها هما هادو، هاد الخيوطة محيدين شفتوهم من هنا، شفتوهم كيبان لكم، ها هو ماشي بحال الثوب. إذا غناخد هاد الجهة الصغيرة، أي الجهة الصغرى هي هادي اللي فيها هداك الديفو، هو هذا، هاد الجهة هي اللي غنديرو هاي من هنا، غنقطعها من هنا حتى لتحت حتى الجانب الآخر، من هاد الجانب حتى الجانب الآخر، وهي اللي غندير الأمام ديال تريكو
هانتوما هاي قليله، شفتوا ها العرض ديالها قليل، هي اللي غنقطعها من هنا حتى سميتو ونديرها للامام ديال التريكو. وبقاو معايا تشوفوا كيفاش غن هانتوما بسم الله غنقطع هاد الجهه اللي ها هي شفتوها. غنمشي معها جود زعما ها هي بلا ما ندوز هكا ولا هكا لانها مقطعه اصلا، حيد الخيط مسلول شفتوا. اذا غنمشي ونتلاقى معكم ان شاء الله بلا ما نكثر مع نكثر لكم. اذا هي هذه القطعه اللي قلت لكم، هي هذه اللي كان فيها الديفو، هاي حيدتها. اذا هنا غناخذها على الظهر ديالها ماشي على الوجه. نتوما الوجه هو هذا والظهر هو هذا، اذا هو هذا غناخذها للظهر، ناخذها على اثنان هكذا وغادي نفصل الامام. اذا دائما فيما بغيت تشرو الثوب دائما لاحظوا لا يكون فيه شي ديفو، اي شي حاجه ماشي هي هذيك هكذا. خديت الطول ديال سميتو الامام ديال التريكو 97، لاحظوا 97 هي هذه 97. غادي ناخذ الان على اثنان هذا، غناخذ الاثنان الان هذه الجهه، هذه الجهه غادي تنا فيها اثنان هذه ديال الامام. هنا الامام هو هذا، غادي تنا هكذا، هذا لوغلي هكذا غتنا هذه الجهه. اذا ما غنحسبوهاش هذه الجهه ما غنحسبوهاش، المهم غادي نحسبو ابتداء من هذه النقطه. اذا بحال هنا نمشي هنا بعيد عليكم تما، كيف سبق قلت لكم غناخذ واحد 2 سنتيمتر هنا، ما غندخلش ما غنحسبش بها. هي هذه 2 سنتيمتر هنا، هذه 2 سنتيمتر ديال لوغلي اي غتنا. اذا عندي هنا في الكتف، اي الكتف عندي 29، اذا غندير هكذا 22 29 هنا، من هنا لهنا 29. غادي عندي التركيز فيه 38 هكا الدوره 38، لان هذا تريكو ما غايجي مرخي مخفخف، ما غايجيش قابط على السيده. اذا عندي 38 غندير هكذا وندور هكذا التريكو 38. اما غديروا 38 هكذا ديال التركيز، الدوره ديال التركيز تعبروها، اولا ديروا من هنا لهنا مثلا 35 سنتيمتر. هنا غناخذ من هنا لهنا 35، نخرج من هذه النقطه نخرج ب 3 سنتيمتر، وغادي ندير هكا تمشي هكذا وتدور هنايا هكذا. اذا غنعبر هنايا هنا شحال غنلقاو، هي هذيك 38 هنايا، هاد الدائره هاد الدوره هكذا 38 ديال التركيز صافي هنا. وغادي نمشي ما غنقطع على هاك لا هاك، لان غيمشي هكا ماشي ايفازي ولا شي حاجه ولا غندخل صافي. هذه هي التقطيعه اللي غنقطع هنا، وهذا غيبقى هكذا صافي. ما كاينش غادي تدخل في العنق ولا شي حاجه، ما كاينش، ماشي بحال مثلا لو بغيت تفصل الجلابه اولا شي حاجه، ما كاينش هنا العنق، ما كاين حتى شي حاجه. هذه هي الفصله ديالو هكذا، يعني ندوز لكم هكذا وتشوفوا غيبقى هكذا الفصله ديالو، غتبقى هكذا غتنزل حتى الاسفل، حتى الاسفل هنايا في كاين الاسفل ديال التريكو. كيف سبق قلت لكم هاد الحاشيه هاد ليزيير غتبقى فيها 2 سنتيمتر، لما نكون خيط غادي نجمع هكذا ندورها ونجمع ونخيط من هنا هكذا. الخياطه تجي هكذا، خياطه ديال التريكو تجي هكذا، وهنا غنقطع من هنا كيف غتشوفوا. انا غنقطع هاد
هذا التركيز من هنا، شوفوا واش قد قد صافي هم قد قد، ونقطع التركيز من هنا، خص يكونوا بحال بحال ماشي وحده فايته الاخرى، هنا خص يكونوا بحال بحال. اذا غنقطع بسم الله، وغادي نقسم هاد بجوج ربوعه، هاد نقسمهم لان ما مقسومينش هنا هكذا، الثوب كيمشي ويجي لانه صافي هكذا، هما هادو جوج، ها هما ها الاول وها الثاني. ودابا غنفصل معكم الخلف، المهم الامام درتو معاكم، انا الان غندير الخلف ونتلاقى معكم، تنقاد شي حاجه ونتلاقى معكم بلا ما نكثر عليكم. الخلف هو هذا على اثنان، اذا مسدود من هنا، من هذه الجهه مسدود وهذا محلول، اذا من الجهه المحلوله غناخذوا الامام هو هذا، وغنديروا الجهه اللي فيها الابط هي هذه، هذه الجهه اللي فيها الابط هي هذه، غناخذ هكذا لان هذه الجهه خصها تكون قد قد مع الجهه ديال الابط هكذا، وندير هكذا هكذا، ناخذ القياس ديالها، هانتوما لاحظوا تاخذوا القياس ديالها، خديت القياس من الابط حتى الاسفل، هذه الجهه المحلوله هي اللي غتلصق هنا على الابط، يعني هنا، وغنمشي ليها وغنعبروا نضيفوا ليها 2 سنتيمتر، إذا هنا عندي 64 سنتيمتر، تما غندير 66 سنتيمتر، لأن غيجي بحال هكا هكا شوية، هنا 66 سنتيمتر، 66 سنتيمتر هنا هي هنا، ولكن باقا نعبر واحد الحاجة، هكا الظهر شحال فيه من سنتيمتر، غادي نحيد هاد القطعة ديال الأمام. دابا خديت القياسات ولكن غنشوف القياس ديال الظهر من الخلف، اذا الظهر عندي 29 سنتيمتر، ندير انا 30 سنتيمتر، اذا هكذا 30 سنتيمتر هي هذه، اذا غتجي من هنا هكا، غيجي هكذا هكذا الخط غيجي من هنا لهنا هكا حتى الاسفل، وغيجي الخط هنا غيجي هكا بحال مائل شويه هكا، وهنا غادي يجي هكا، ولكن انا ما بغيتش هنا غيضيع لي هادشي كامل، غادي نقاد ثوب مزيان، اذا لما جات هكذا درنا 29 هنا 29 ياك، وهنا عندنا 67 ملاقيه ما بين الامام والخلف هي هذه، هانتوما الملاقيه بين الامام والخلف هي هذه هكذا، اذا هنا غتكون واحد هكذا واحد من هاد الجهه، غندورو هكذا، نتمنى انه يبان لكم هكذا، نرجعو هكذا 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 ونمشيو حتى لهنا حتى لهنا، من هنا غنقطعو، وهنا غندير المسطره اولا غير هاد المتر هكا، لما تكونش المسطره كديرو هكذا وتمشو معاه هكذا، ما كانش عندي شي خيار، هاد الثوب غادي يحيد، ما كانش شي خيار اخر، لان خصني هاد الاسفل يكون هكذا عريض، وهذه هي القطعه ديال الخلف، ولكن باقي قطعه الفوق ديال الاكتاف نديرها معكم، اللي ملاقيه مع الاكمام. المهم القياسات هي هادي، عندي هنا 68 وعندي هنا 66، هنا 29، وهنا اللي سميتو عندي تقريبا 70، هنا 70 يعني 70 تقريبا. المهم غنقطع دابا، وبقاو لي غير الكمام فقط، اذا غنقطع من هنا، هنا من الاسفل
الاول هكذا كيجي هنا حلة دائري، ها هو كيبان لكم دائري هنايا. المهم هذا ليكرا، لان هاد البولوفر او التريكوات كيديروا بليكرا هكذا هكا غنمشي حتى هنا حتى الاخر ونكمل التقطاع. هي اصلا خصني دائما نقطع هكذا، انتو دائما خصكم تقطعوا هكذا، تخلوا الخط اللي دايرين بالتراساج لهنا وتمشوا هكذا. ولكن انا ما يمكنليش نمشي هكذا من الطابله اللي هيها، هذاك الشيء علاش كنقطع هكذا. اذا انا قطعتها هو صافي. قلنا ناخذ دابا الاكمام، الاكمام فيهم شويه الخدمه. نشوف الثوب نصوبو نتلاقى معكم، الا ما نكثر عليكم دائما نصوب الثوب على اثنان وغنتلاقى معكم ثم على اربعه، لان سميتو الاكمام كيكونوا على اربعه. بالنسبه للاكمام راهم لاصقين حتى مع الظهر ومع التركيز، اذا غناخد هكذا ونتني على اثنان هكذا كان شي ديف ولا شي حاجه. لا من هنا على ما اظن باقي هنا، ها هو هنا، اذا كاين الفوق ديف كاين هنا الفوق. اذا غنتني ناخذ قياسات ديال الكم، عندي 75 لان 75 لانه داخل في الصدر، كيف داخل في الظهر. قلت لكم 75 من هنا من هنا 75، لان هذه القطعه ما كاينش بحالها هنايا. شوف هاي فين هي، اذا دائما ردوا بالكم باش يجيكم هذاك الشيء قد قد. اذا هنا هذا هو فم الكم، هنا غيجي فم الكم هو هذا. نشوف القياسات بعدا. عندنا الطول 75، نعبر 50 سنتيمتر من هنا من فم الكم حتى لهنا، نعبر 50 سنتيمتر هي هادي، وغندير 22 سنتيمتر. إذا عندي غير 20 خصني نزيد، غادي نزيد شوية باش يجي هكذا حدا الإبط نتيسه شوية. لان واخا تريكو وكيت كيت سميتو الاستيك هكا لانها ليكرا، ولكن خاص دائما يكون اللبسه مريح الواحد فيها مرتاح فيها. اذا هنا الفم الكم عندي 12 سنتيمتر، هنا فم الكم عندي 12 سنتيمتر هكا، نزيد واحد سنتيمتر على حساب سميتو السفالة وندير هكذا هي هكذا. بغيت ديرو بلا غيكل اي المسطرة ديروها، ديرو هكا هكذا هكذا غيجي. هذا هو الكم وباقي الشياطة ديال الظهر، هنايا غتجي الظهر هنا. انا غنوريكم الظهر كيفاش ملاقية ديال الكم مع الظهر اي الخلف، لان كاين واحد سميتو مع الظهر الكم مع الظهر ملاصق ومع الامام كذلك. المهم التركيز ديال الامام عندنا 38 والتركيز في الخلف مع الظهر عنده 29، ماشي بحال بحال. وبالنسبه لهاد هنا واحد ملتقى ديال الاكمام بجوج، عندنا هنايا 13 اونص
غنديرو 13 اونص او 14، ماشي مشكل. هنا هو هذا، وغادي تلاقى هذا مع هذا. شوفوا شحال فيه هنايا، بالنسبه لكم التركيز كاين فيه الامام 38 وفي الخلف اللي ملاقي مع لكم القطعه اللي ملاقيه مع الخلف هي 29. اذا هنا غنديروا من هنا واحد، غنقطعوه واحد، غنقطعوه في 28 28 هكذا 29 هكذا، والاخر غنقطعوه في 38. ولكن انتبه انتبه، لان ما غنقطعش انا دابا هكذا. اذا غادي نقطع ديال 38، لان كلهم غيجوا من هنا من هذه النقطه هكذا، من هذه النقطه هذه. هذا التراساج شويه على ما اظن ما يتفهمش، ولكن هكذا داير. المهم هكذا، وحده فيها 29 هنا، ها هي هذه ملغات، هذه هنا وحده فيها 29 هنا، من هنا لهنا 29، والاخرى من هنا لهنا فيها 38، وكتلاقاو كاملين في هذه النقطه، في هذه النقطه، لان الكم كامل فيه 75. نتمنى انكم فهمتوا. هو هذا، هذا هو التراساج. انتم غنفهمكم دابا، لان عندنا الكم هو هذا من تما حتى لهنا 75، حتى لهاد النقطه، حتى لهاد النقطه. ولكن النصف ديال، لان الكم غيجي هنا، الكم غيجي لاصق مع الخلف، النصف ديال الخلف. اذا الكم واحد الجهه غتجي لاصقه مع الخلف ديال التريكو، اي خصها تكون من هنا لهنا 29 هكذا، 29 من هنا لهنا 29. وبالنسبه للامام كاين فيه 38، ولكن دائما هاد النقطه نبقى من هنا ما نغيرهاش، ولكن اللي غيتغير هو هنا. اذا بالنسبه للامام كاين من هنا لهنا 38، اي لاصقه مع التركيز هي هادي. اذا غنجي حتى لهنا بالنسبه للامام حتى لهنا، وغندير هكذا نقطع، وبالنسبه للخلف غنقطع من هنا. نتمنى ان هذا الشرح ينال اعجابكم. اذا باش تكون العمليه سهله، غادي نقطع كامل هذا من هنا هكذا هكذا هكذا، ومن بعد غادي نحيدكم سميتو جهه ونقطعها من هنا. اما الكم الاخر، الكم الاخر اللي الجهه العاديه نقطعها من هنا. نشرح كذلك. الامام هو هذا، عرفتوا الطباشه، الامام ديال الكم هو هذا. ها نتوما لاحظوا من هنا غادي هكذا حتى لهنا، اذا غيتقطع الامام هكذا، هو الكبير هكذا. والخلف غيتقطع هكذا، ها نتوما من هنا نتمو غادي هكا، نتمو غادي هنا حتى لهذه النقطه ويتقطع هكذا. اذا الفرق ما بين الامام ديالكم والخلف ديالكم هو هذه القطعه، هي هذه القطعه، هذا هو الخلف، الفرق اللي بيناتهم. نتمنى ان هذا الشرح يعجبكم. المهم الان غنقطع هذا كامل هكذا حتى لهنا، ومن بعد غندير تعديلات، لان هذا الموديل فيه الكم اللي شويه وشدوا في الثوب مزيان، لانه راه كيمشي ويجي، كيمشي ويجي هذا الثوب. لا اله الا الله محمد الحبيب رسول الله.
وهكذا وغادي نمشي حتى لهي، وغادي واحد نخلي ليه هكذا، جهه نخلي فيها هكذا وجهه ما نخليش فيها، ونكمل هاد القطعه نقطع من هنا ونجي لهنا. اذا هنا هو هذا الكم، غادي نحيد هاد الجوج الفوقانيين هانتوما، ها الاول ها الثاني، لان هذا هو هاد القطعه من هنا لهنا هي ديال الخلف، كتلصق على الخلف. اذا نحيد هاد القطعه ونخلي هاد القطع بجوج اللي يلصقوا على الامام هكذا سهله. غنضرب من هنا وندي هاد من هنا، هذا بجوج هكذا يكونوا قد ماشي يكون واحد فايت الاخر، وغادي نقطعوا هانتوما وهادو جوج، ما تقطعوش كلشي، وغنجي من هنا وغنقطع هكذا بسم الله هكذا وغنمشي. اذا هذا هو الفرق ما بين الامام والخلف ديال التركيز هكذا صافي. والان راني كملت الخياط سميتو الفصاله ديال هاد البلوفر او البول او التريكو كي كنقولو حنا بالدارجه، والقطع اللي فيه كاين الامام هما هادو ها هما، كاين الاكمام اللي مخايرين على المعتاد، وكاين الخلف. وهنا قالت لي ان عندي لابول هكا باش يمكن باش يجي الاسفل، غادي نشوف الى بقى لها الثوب غندير لها عادي. هنا بلا ما نكثر عليكم غندير لها عادي هكذا، يكون بول هكا ما عندوش الكمام اي بحال جيلي، وسميتو الكول ديالو دائري هكا شويه دائري، فصافي هذا هو اللي فيه وراه نازل عادي، ما يكونش محلول. هادشي اللي هي السيده قالت لي، ولو ان كان سميتو دي سميتو توب ممزق راكم شفتوه، اذا بلاش ما نكثر عليكم هكذا كتشدوا الثوب على اربعه هكذا، تصوبوا الثوب بعدا لان هنا باقي ما مصوبش، تصوبوا الثوب على اربعه هكذا غنوريكم صافي لان ماكش نكثر عليكم. الثوب على اربعه هكذا كتديروا سميتو هكا لي زيبول اي الكتاف، الكتاف كديروا الكتاف، كديروا هنا دائره ديال العنق، كديروا كذلك العنق من الخلف حتى هو، هادشي كامل راه كاين في بحال تقريبا بحال الجلابه مسدوده هكذا. تركيز حتى هو يا الكتاف كتنزلوهم مثلا اثنان ونص ولا ثلاثه تركيز، وكتمشوا هكا كيجي بحال جيلي هكا من تحت من هاد التريكو فقط. اذا لا كان عندي الوقت ان شاء الله نتلاقى معكم في الخياطه ديالو وتشوفوه. اذا دمتم في رعايه الله، والى نلتقي ان شاء الله في الفيديو الى كتاب، كيف كنقول لكم دائما الى كتبت الخياطه وسجلتها ان شاء الله ننزلها لكم. يلا مع السلامه وشكرا للجميع.